1%. نحن كضمان اجتماعي صندوق الوطني للتأمين الاجتماعي. سجلت وكالتي سمسيلت خلال سنة 2023 ما يقارب 194 حادث عمل، منها 49 حادث عمل على مستوى قطاع الأشغال العمومية البناء والري، أي ما يعادل أو ما يمثل نسبة 26%، إضافة إلى حادثي عمل مميتين في نفس السنة ما يمثل 100% من حوادث العمل المميتة بذات القطاع، أي قطاع البناء الأشغال العمومية والري. هذه الأيام الإعلامية جاءت في وقتها المناسب لتوعية العمال بالتدابير الأمنية اللي لازم تكون من الطرفين، يعني التوعية للعمال والتوصية لأصحاب العمل من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة المهنيتين للعمال.